دكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور عبد المنعم. اهلا مساء النور يا استاذ عمرو، اهلا بك. هل يعني اكرر السؤال، يعني هل نرى نحن كمواطنين مصريين الصورة الكاملة لما يحدث ولما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، نراها بشكل كامل؟ يعني بشكل كامل لا، الإجابة لا، لأنه احنا شايفينها جزئيا، شايفينها في المدى اللي بنشوف عليه الإنجازات القريبة مننا، إنما الخطة ككل والاستراتيجية ككل اللي هي مطبقة على يعني مدى مصر كله وبما فيها ترجمة حقيقية لرؤية 2030، للأسف الشديد 2030 لم تلقى يعني ما تستحقه من شرح. ده مجلد كبير في كثير من المشروعات، النظرة الجغرافية لمصر، النظرة أيضا لعمليات ربط الأمور ببعضها، الطاقة والطرق يعني كل ما يعني ذلك من ربط أشكال مختلفة من الاتصال والمواصلات والمطارات والمواني والإنتاج والصادرات، كل الأمور دي مرتبطة ببعض. السياسة التعليمية الجديدة في التعليم العالي، نوعية الجامعات الجديدة إلى آخره، كل ده يربطه منطق له رؤية في عملية التقدم. أنا لا أعتقد أنها واصلة بالشكل الكافي للناس. الناس بيشوفوا مبهورين، كل واحد في منطقة، في حي، في قرية، حتى دلوقتي مع مشروعات حياة كريمة بيشوف جزء من الصورة، إنما الصورة المتكاملة لا تزال تحتاج لمن يشرحها ويجعلها جزء من الثقافة العامة. ودي مسؤولية مين يا دكتور عبد المنعم؟ يعني هي مسؤولية مشتركة طبعا من الدولة ومن الإعلام ومن يعني المسؤولين عن الخطط المختلفة. يعني لازم الكل يعرف انه لا يكفي ان انا مثلا اشوف يوتيوب عن محطة الرئيس عدلي منصور مثلا، اللي هي متعددة الاغراض ومتعددة وهي الاولى من نوعها في افريقيا الى اخره، وانما لازم اعرفها في اطار كل الخطة الاتصالية داخل مصر وخطة المواصلات، ودي هتبقى بتوصل بضائع ودي بتوصل بال للمطارات الفلانية أو المواني الفلانية. يعني الأمر متروك شوية للواحد اللي هو باحث أو عمله كده، إنما للمواطن العادي يصل الأمر إليه في شكل جزئيات. وبالتالي نحن نحتاج إلى شرح الأمر من حيث الرؤية ومن حيث الاستراتيجية. مفهوم. طيب يعني واحنا برضو بنتكلم، ما بتتكلمش فقط على او عن مجال واحد وهو مجال النقل والمواصلات وما تم وما يتم فيه، احنا بنتكلم عن ملفات عديدة. وانا لسه كنت يعني بتكلم في البداية عن السياسة التي كانت تتبعها الحكومات السابقة في مسألة الركون إلى السكينة وإلى تأجيل وترحيل الملفات إلى الحكومات القادمة. هل هناك تجني مني أنا على الأقل بشكل شخصي يا دكتور عبد المنعم على تلك الحكومات التي يعني أراها وربما أراها يعني كثيرون معي أنها كانت تتبع أسلوب المسكنات؟ يعني الوصل بانها كانت مسكنات، لا، هو كان في عمليه اداره كبيره للفقر في مصر. يعني دي عشان ابقى واضح، انه كانت الاستراتيجيه العامه منذ الستينيات هي اداره الفقر وفق يعني ما جرى عليه العاده في ذلك الوقت، البلدان الاشتراكيه اللي هي كانت كمان بتشتغل في مصر وفق خطط زمنية تأخذ وقتا طويلا. يعني اما يبقى كوبري زي كوبري 6 اكتوبر ياخد 30 سنة، كان بسبب انه كل سنة بيبني الجزء من الكوبري
المتوافق مع ما هو يعني مقدم له في الموازنة العامة. يعني بمجرد ما ينتهي المليون جنيه أو أيا كان المخصص لهذا الكوبري من الإنجاز يتوقف العمل بقية العام. ولذلك كان المشروع يعني يظل لا يوجد فيه أي تقدم لشهور طويلة. كذلك في مستشفيات قامت الخرسانة بتاعتها وعمرها ما انتهت، أو عندما انتهت لم تفرش. فكان هناك عملية يعني إدارة للفقر وإدارة للزمن قاصرة. يعني لأنه كمان في لحظة معينة بقت مسألة التمويل في مصر غير كافية، وكان في خوف كبير جدا من عمليات الاقتراض. يعني بعد ما تمت حرب الخليج وكان هناك قبلها قروض كثيرة على مصر وغرى إعفاء مصر من نصف ديونها في ذلك الوقت، أصبح هناك يعني نوع من السقف الحديدي على عمليات الإنفاق اللي بالتالي قللت من الاستثمارات العامة وجعلتها مترددة أو تتم عبر فترة زمنية طويلة. من المعلوم تماما أنه كان من الممكن أنه خلال التسعينيات من القرن الماضي أنه يحصل انخفاض في الزيادة السكانية، لكن اعتبارا من سنة 2000 وللعشر سنين التالية انطلقت الزيادة السكانية مرة أخرى، نتيجة ليس فقط يعني انخفاض الوفيات، إنما أيضا لأن التنمية نفسها أصبحت بطيئة. ربما في نهاية العقد الأول من القرن الحالي بدأت عملية التسارع، لكن كان يعني النظام ككل اقتصاديا وسياسيا قد وصل إلى طريق مسدود بالنسبة لأحلام وطموحات الأجيال الجديدة في مصر. طيب، وإحنا برضو بنتكلم عن الصورة الكاملة، لا ننسى أو يجب أن نستعيد الماضي، وحضرتك أشرت وهذا المصطلح العبقري إدارة الفقر اللي حضرتك بتستخدمه. إدارة الفقر لم تنتج عنها في نظر كثيرين مشكلات، يعني كانت الدنيا ماشية والمواطن بيقول لك اهو يعني الدنيا ماشية والأسعار كويسة وكل حاجة تمام. هل ده لا يعني طبعا نرجع للفترة دي، يعني احنا مش عايزين، يعني كان في جهد بيبذل بالذات منذ عام 2005 لغاية 2011، قطعوا الأزمة العالمية اللي جرت في 2008. لكن أيضا عايز أقول أنه حجم الإنجاز في ذلك الوقت مقارنة بالزيادة السكانية ومقارنة بالإمكانيات المصرية لا كان يسير بشكل متواضع، ولا يوجد فيه يعني التعلم بين تجارب الدول الصناعية الجديدة اللي هي كانت بتحقق معدلات نمو مرتفعة جدا وتحقق في نفس الوقت عملية تصنيع متسارعة وبتحقق عمليات تصدير يعني فائقة التصور. كل ذلك كان موجود في الدول الصناعية، بينما لدينا كانت الأمور باستمرار معطية كم هائل من الدعم لعمليات، على سبيل المثال دعم الطاقة في مصر كان يعني دعما مهولا ويؤدي إلى زيادة استهلاك للطاقة بدون داعي، والنتيجة كانت أنه عندما رفعنا الدعم أصبح متوفرا ما يقرب من 115 مليار دولار حتى يمكن أنك أنت تقوم بعمليات التنمية. يعني لم يكن هناك، كان الحديث عن الدعم والتعامل مع يعني إبقاء الفقراء في الحقيقة يعني تمنع كل جبهات النهضة والتغيير في مصر. حصل تدهور عام في المستويات بتاعتنا سواء في المواني في المطارات في البنية الأساسية بشكل عام،
حتى جاءت بقى كان يعني الحكايه كان في قلق. يعني احنا اذكر في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه كان عندنا التقرير الاستراتيجي العربي كل سنه، وكان يعني حركات الاحتجاج بدات من 2004 و2005 تتزايد بشكل كبير في مصر. الحقيقه يعني انا من ضمن ناس لم يعني رغم ان الارقام كانت امامنا انما لم يلفت ذلك نظرنا انه ممكن يؤدي الى 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 انفجار شامل كالذي حدث في يناير بعد ذلك. كان هناك تصورا انه من الممكن دائما انه من الممكن يحصل يعني تعبئه موارد جديده ونبدا التغيير. لكن للاسف الشديد بقى ده موضوع يطول شرحه لانه له علاقه بنمط النظام السياسي والحزبي في ذلك الوقت، لكن كان في انذارات. يعني معدل الاحتجاجات من 2004 2005 لغايه 2010 كان 2010 كان متوسط الاحتجاجات في مصر حوالي 5 عمليات احتجاجيه، وكان الجديد فيها ان بعضه جه من جوه الدوله نفسها، يعني احتجاجات العاملين في الشهر العقاري على سبيل المثال اذكر. يعني كان بدأت عمليات الاحتجاج الكبيرة بشكل تتزايد، وكانت بتروح عند مجلس، يعني كانت سلمية كلها، يعني راحوا عند مجلس الشعب في 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 ذلك الوقت، وكانت باستمرار الحكاية هي مزيد من الدعم. هو اللي بيتم انه مزيد من الدعم اللي هو بالضبط انك انت القصة المشهورة عن الانسان، هل تعلمه صيد السمك ولا تدي له صنارة سمك. فهو ده اللي كان بيحصل يعني، وكان معناه ان احنا باستمرار حجم الدعم عمال يزيد، كان في دعم لكل شيء. فحجم الدعم كان بيزيد عن 30% من الموازنة العامة، مضافا للتكلفة الاخرى للديون اللي هي بتبقى موجودة بشكل طبيعي. وايضا مضافه ل، فكان الجزء الذي يبقى للاستثمارات العامه محدود للغايه. الاستراتيجيه اللي وجدت عندنا في خلال الثمان سنوات اللي فاتت لا وفرت موارد. وفرت موارد من الخارج، لانه من الممكن جدا اذا انطلق الاقتصاد تصبح المسائل المتعلقة بسداد الديون وغيرها من الانفاقات ممكنة، ومش بس ممكنة، انت معاها بتكون غيرت البلد كلها. يعني ما حدث فعليا البلد من حيث نصيب الناس من الكهرباء، من المياه النظيفة، من الغاز. الغاز حصل فيه معجزة كبيرة جدا في بيوت مصر، دي في مجموعها بتعمل عملية تقدم. يعني تعمل انك انت الناس تصبح بتعيش حياة من نوع اخر، اكثر نظافة، اكثر أطول عمرا، وده موجود في العمر المتوقع عند الميلاد الآن مقارنة بعشر سنوات ماضية. هناك قفزة الآن في العمر المتوقع عند الميلاد اللي بيعكس الصحة العامة في المجتمع. إن يبقى متاحة في البلد جامعات أكثر تقدما وشاملة لفرص كثيرة للناس، لم يكن ممكنا إن ده يتم وفي إطار مدن جديدة ما فيهاش عشوائيات والمخلفات فيها ترفع بشكل علمي ومنطقي. يعني بيجعل الحياة تتغير، يعني اللي احنا شايفينه بدايات حياة متغيرة. عندما نتصور اكتمال الرؤية في عام 2030 اعتقد فعلا هتبقى مصر يعني زي ما بقولوا حاجة تانية خالص. يعني اشكرك شكرا جزيلا المفكر الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد.